إجراءات تصحيحية بدأت بخطوات على الأرض، هكذا يبدو المشهد مع أول تحركات محافظ شبوة الجديد، حيث باشر بإصدار بعض التوجيهات التي تصب في مصلحة المواطن، وقد تكون أبرزها إزالة السواتر الإسمنتية والحواجز من محيط سكنه في إشارة الانفتاح أمام الناس والقرب منهم. سنبدأ عملنا أول شيء بمكافحة الفساد، وستتخذ إجراءات صارمة، وأتمنى أن أي إنسان ملوث لا يحاول أنه يلوث الآخرين معه. الفساد ومحاربته أولى اهتمامات المحافظ الجديد، لكن لن ينعكس ذلك على ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، فالكثير من الكلام يدور في المحافظة منذ سنوات لتكون المخرجات النهائية عكس المقدمات. من الرسائل المهمة التي وجهها المحافظ أنه لن يسخر موارد المحافظة لموازنات تشغيلية أو ما شابهها، وإنما لمشاريع تحدث أثراً بصورة مباشرة في حياة المواطن. الرجل الجميع مؤمل إن شاء الله أنه كله يعني يد قوية في إصلاح المحافظة، كونه الرجل يعني اتخذ بعض الخطوات الجميلة مثل يعني إلغاء بعض الرسوم اللي كانت مقررة ومضافة على النفط. يرى كثيرون من أبناء المحافظة أن هذه الإجراءات جاءت في توقيت مناسب بعد أن بدأ الشعور بالإحباط يتسرب إلى نفوس المواطنين من سياسات السلطة السابقة، خصوصا وأن شبوة تعد من المحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي والتي ساهمت في تهميشها في عهد النظام السابق، كما كرست المواقع الخدمية لصالحها خلال السنوات الماضية. نحن استبشرنا خير بقدوم المحافظ وبقراراته التي أصدرها، ونتمنى منه أن يصدر قرارات تمس احتياجات المواطن في محافظة شبوة، ولكون المواطنين بحاجة ماسة إلى كمية من القرارات التي تكون في احتياجات المواطن. يأمل السكان هنا أن تلتحق شبوة بركب المحافظات المجاورة التي تجاوزت حالاتها المتردية، كما يرون في الإجراءات التي اتخذها المحافظ خطوات جيدة ينتظرون ترجمتها على أرض الواقع. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.